نعم النهارده الكابتن حط المجلس كله في الصوره بان احنا عندنا 18 مشروع انشائي يجب انهائه قبل انتهاء هذا العام المالي وفقا لما وعد به المجلس الجمعيه العموميه، وده اقل واجب يرد مجلس ابرز النقابه ابرز هذه المشاريع يا دكتور. حضرتك عندنا مشروع حمام السباحه ومشروع الاكوا بارك ومشروع الجيم في الشيخ زايد، مشروع النادي الاجتماعي الجديد في الشيخ زايد، ايضا مشروع الرابط اللي موجود في الشيخ زايد، مشروع تطوير الاسوار والبوابات، مشروع تطوير البوابه الرئيسيه من ناحيه باب المعلمين في نادي الجزيره، نعم. ايضا حمام السباحه في التربيه والتعليم، ايضا تطوير ملاعب متعدده الاغراض في الجزيره، ايضا الحمد لله دخلت خلاص الشركه استلمت والمواد دخلت، تطوير الصاله ارضيه الصاله المغطاه للفرق الجماعيه، مشروعات كبيره، مشروعات نعم. ايضا في مدينه نصر، مشروع تطوير مدرج كرة القدم والمدخل للبوابة من ناحية جراج مدينة نصر، أعتقد كل الفروع بتشمل طفرة إنشائية كبيرة، وأيضا حتى بما فيهم الفرع الجديد فرع التجمع، إحنا في انتظار الدراسات الخاصة بإنشاء حمام السباحة الجديد إن شاء الله في القاهرة الجديدة، وبالتالي زي ما أنا حضرتك كده عرضت على حضرتك كل الفروع بتشهد طفرة إنشائية كبيرة، أيضا الأداء المالي الحمد لله، وتم النهاردة ارسال الميزانيه الخاصه بالنادي الاهلي الى الجهات الرقابيه المختصه نتيجه عدم اكتمال النصاب القانوني. ده كان واحد من الموضوعات اللي في الحقيقه المجلس هي الناس كانت محتاجه تسمع قصه مشروع الاستاد. الاستاد ان شاء الله النهارده كان في قرار مهم جدا في مجلس الاداره، وهو توقيت شركه الاهلي للمنشات الرياضيه ونقل كل حقوق التجاريه الخاصه بالاستاد، وده اعتقد واحده من الخطوات المهمه تمهيدا ان شاء الله للاعلان عن الحدث المهم اللي يعني كل جماهير كره القدم وكل جماهير الاهلاويه في انتظاره، وان شاء الله سوف نعلن في القريب العاجل عن الموعد المحدد لاعلان تصميم استاد الاهلي الجديد ان شاء الله بالتنسيق مع الشركه الحاصله على هذه الحقوق. نعم. الخبر الثاني ايضا هو المجلس النهارده